النهاردة هيبدأ رسمياً وقف انقطاع الكهرباء وإيقاف تخفيف الأحمال، ده في إطار الخطة التي قدمتها الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي بإيقاف العمل بخطة تخفيف الأحمال اعتباراً من الأسبوع الثالث من شهر يوليو. النهاردة هيبدأ رسمياً وقف انقطاع الكهرباء في مصر وإيقاف خطة تخفيف الأحمال، وده في إطار الخطة اللي قدمتها الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي في وقت سابق بإيقاف العمل بخطة تخفيف الأحمال وقطع الكهرباء اعتباراً من الأسبوع الثالث من يوليو الجاري. هنلاقي كمان الحكومة حريصة على تدخل المساهمة في التخفيف من وطأة هذه الأزمة اللي بيعاني منها المواطن، علشان كده تم استيراد شحنات كبيرة من الوقود اللازم لتشغيل المحطات. يوم الأربعاء الماضي الدكتور مصطفى مدبولي قال إنه تابع على مدار الأسبوع اللي فات الموقف يومياً مع الوزراء على الأرض، بعدها أكد وصول الشحنات بانتظام وفي التوقيتات المحددة ليها، وبالتالي تم اتخاذ قرار إيقاف العمل بخطة تخفيف الأحمال على مستوى الجمهورية خلال فترة الصيف اعتباراً من اليوم الحد 21 يوليو الجاري حتى منتصف سبتمبر المقبل. لكن مع إعلان الحكومة وقف خطة تنفيذ الأحمال وعدم انقطاع الكهرباء، إلا أنه من الوارد حدوث مشكلة في منطقة ما بسبب درجات الحرارة العالية لخروج محول عن الخدمة في منطقة معينة، وده بيحصل في أي دولة في العالم، ومن الوارد حدوث انقطاع للكهرباء بسبب مشكلة فنية في بعض المحولات، وفي حالة حدوث أي مشكلة في الكهرباء الفترة اللي جاية هيتم التعامل معاها وحلها عشان تعود الخدمة مرة تانية. كمان هنلاقي في تزايد حجم الاستهلاكات بشكل كبير وغير مسبوق في قطاع الكهرباء خلال الفترة اللي فاتت، وده بيشكل عبء على الدولة، خصوصاً إن الاستهلاكات تجاوزت 37.5 جيجا وات في اليوم الواحد، بزيادة أكتر من 12% عن السنة اللي فاتت. لكن ارتفاع درجات الحرارة اللي شفناه السنة دي كان سبب في إنه تم تكليف الوزراء الجدد بتدبير احتياجاتنا الكاملة خلال الفترة الجاية من الكهرباء، وده تحسباً لحدوث موجات حارة شديدة في شهر يوليو أو أغسطس أو في النصف الأول من شهر سبتمبر.